دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الجديد نشر تغريدة على حسابه على تويتر بيهدد فيها تويوتا تهديد مباشر بدفع ضرائب كبيرة جداً إذا نفذت خطتها في إنشاء مصنع في المكسيك. ترامب قال في التويتة اللي كتبها: تويوتا قالت إنها هتبني مصنع في باها في المكسيك لإنتاج عربيات كورولا للولايات المتحدة. مستحيل ابنوا المصنع في أمريكا أو تحملوا ضريبة حدودية كبيرة جداً. جريدة الإندبندنت الإنجليزية أكدت إن أسهم تويوتا خسرت حوالي 1.2 مليار دولار بعد 5 دقائق من تغريدة ترامب، وسجلت انخفاض 3.11% عن بدء التداول ليها، لكنها قدرت تخفض الخسائر لاحقاً عشان توصل لانخفاض 1.6%. الشركة اليابانية ردت على تهديدات ترامب وقالت إن مصنعها الجديد مش هيخفض العمالة الأمريكية، وإنها بتأمل في التعاون بشكل أكبر مع إدارة الرئيس ترامب لخدمة المستهلك. المعروف إن ترامب كمان طالب شركة فورد الأمريكية بإلغاء مشروع إنشاء مصنع ليها في المكسيك، والشركة تراجعت عن خطتها بعد مفاوضات مع إدارة ترامب.